اسمك اللهم نبدأ على بركته نتوكل منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام الأفاضل، أجدد الترحيب بحضراتكم من هنا من عاصمة الميادين، من هنا من ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي، مع تحدياتنا وانطلاقاتنا في هذا الصباح التي هي مخصصة لسن الثنايا والثمانية كيلو مترات بانتظار هذه الأسماء وبانتظار هذه الانطلاقات من هنا، حيث هذه الأجواء الرياضية الجميلة الضبابية التي نشاهدها وإياكم عبر كاميراتي وقنواتي ياس الناقلة لأجمل الناس هناك. ننطلق بانطلاقة هذه الأسماء ونندفع مع هذه الاندفاعة الكبيرة، الثنايا الأبكار المحليات الثمانية كيلو مترات هي تحدياتنا وهي اختبار حقيقي قرر من قبل اللجنة المنظمة العليا لسباقات الهجن من هنا من على أرضية ميدان الوثبة. أول الأسماء عهد حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي منطلقا مع عهد على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تابع الاسم القادم والتحدي القادم على المركز الثاني في هذه اللحظات هناك، والمنطلقة أيضا برفقة عهد على صدارة هذا الشوط. نتابع الاسم القادم، الاسم القادم هي بينونة أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري منطلقا على المركز الثاني مع بينونة، بينما المركز الثالث تابع هذه الأسماء وتابع هذه التحديات، وهنالك الاسم القادم الشاهينية أحمد بن بخيت بن كراز وانطلاق الشاهينية أحمد بن بخيت بن كراز على المركز الثالث، المركز الرابع الانطلاق هناك والقدوم في هذه اللحظات من الشاهينية علي بن عبيد بن بخيت بن رشيد الكتبي، بينما المركز الخامس الانطلاق في هذه اللحظات والوصول هنا من انطلاقة مياسة علي بن أحمد بن مانع بن علي بن رحمة، أو هنالك انطلاقة ناصية علي بن أحمد بن عبد الرحمن النعيمي حضر على المركز الرابع أو الخامس، المركز السادس حضور شعار راعي صوغة وانطلاقي في هذه اللحظات مع الطاغية عوض بن مظفر بن خبوشة العامري حضر على المركز السادس، بينما المركز السابع انطلاق الشاهينية سالم بن عبد الله بن طهميمة بن كردوس العامري، والمركز الثامن وتابع شعار بن دري حاضرا مع دانات سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي راعية إنجازات وراعية مستويات كبيرة دانات، بينما المركز التاسع وتابع التي تجاوزت من الجانب الآخر هنالك أنس فرج بن راشد بن عبيد المنصوري، والمركز العاشر وتابع الاسم القادم في هذه اللحظات والاندفاع هنا من الجانب الدوني هي أنس بشعار بن عبيد، وختام هذا النداء من الجانب الآخر هناك انطلاقة الحروق حمد بن محمد بن قرين العامري. هذه الأسماء وهذه التحديات العشر للمراكز العشر الأولى، الانطلاق الأول والتحدي الأول والانطلاق الأول. أول الأسماء من جديد، النداء الثاني نبدأ بافتتاح بينونة وانطلاقة بينونة والشعار الكبير القادم من الظفرة، ينطلق أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري مقدما لنا بينونة وانطلاقتها على المركز الأول واندفاعة بينونة بهذا الأداء وبهذا المستوى الكبير، بينما المركز الثاني وتابع انطلاقي عهد واندفاعتها بشعار حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي، المركز الثالث هذا شعار بن يزرب على ما يبدو لي انطلاق الحذرة عبيد بن علي بن يزرب بن ذويب العامري انطلق على المركز الثالث بن يزرب واندفع بهذا الأداء، الطاغية على المركز الرابع
وانطلاق الطاغية أحد الشعارات الكبيرة، أحد الشعارات المهمة والخطيرة دائما. الطاغية على المركز الرابع وانطلاقتها بشعار عوض بن مظفر بن خموشة العامري، وصل العملاق العيناوي وبدأ بالحضور على المركز الرابع والمركز الخامس في هذه اللحظات. جاوز يلي بتجاوز، انطلاق الشايبة، هادف بن حارب بن مغير العميمي حضر مع الشايبة، تسلل على ثالث المراكز. المركز الرابع أصبح من نصيب في هذه اللحظات المنطلقة ناصية علي بن أحمد بن عبد الرحمن النعيمي، والمركز الخامس وصول الشاهينية سالم بن عبد الله بن طهميمة بن كردوس العامري. دانات قادمة، دانات منطلقة في هذه اللحظات. بندري لا يكتفي بدانة واحدة إنما يقدم لنا دانات منطلق على المركز الخامس بهذا الأداء وبهذا المستوى الكبير. المركز السادس هنالك أنس، وانطلاقة أنس على ما يبدو لي إن صحت هنالك هذا الاسم فرج بن راشد بن عبيد المنصوري منطلقا في هذه اللحظات، بينما أتابع أيضا شعار بالقرين. وصل راعي شاهين، بدأ بالحضور حمد بن محمد بالقرين العامري وانطلاقة شعار في هذه اللحظات. وأيضا أتابع شعار هنالك أيضا أحد الأسماء القادمة الظبي محمد بن راشد بن حميدي المنصوري حضر على المركز السابع والمركز الثامن. الانطلاق من مياسة، وصل شعار بن رحمة علي بن أحمد بن مانع بن رحمة الشامسي، والمركز التاسع هناك على ما يبدو للاسم المنطلق في هذه اللحظات أفعال محمد بن عبد الله بالدودة الحرسوسي 3 كيلومترات. يا متابعين، وانطلاقة الثنايا انطلاق المحليات 3 كيلومترات هي ما تبقى. نداء الثاني انتهى، نعود من جديد لنكرر النداء ونعيد النداء للمراكز الأولى وانطلاقة الأسماء. انطلاقة بينونة، بينونة على الصدارة تنطلق بهذا الأداء. وتندفع بهذا المستوى أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري ينطلق مع بينونة ويندفع معها على صدارة هذا الشوط. ولكن الأسماء حضرت يا راعي الظهرة وانطلاق بينونة، بينما المركز الثاني وصلوا أبناء العين ووصلوا لينطلقون بشعار الطاغية على المركز الثاني. شعار العملاق العيناوي حاضر، وصل بهذا الأداء، وصل بهذا الانطلاق عوض بن مظفر بن خموشة العامري، انطلق مع الطاغية، تسلل على المركز الثاني بهذا الأداء وبهذا المستوى الكبير. المركز الثالث شعار بن يزرب، بدأ بالحضور شعار بن يزرب، بدأ بالانطلاق ينضم لكوكبة الأسماء الثلاثية الحذرة على المركز الثالث وانطلاقها. يا سلام، هنا وشعار عبيد بن علي بن الذويب بن يزرب بالعامري المركز الرابع. أتابع انطلاق دانات، دانات حاضرة في هذه اللحظات أو الشايبة، هادف بن حارب بن مغير الخيالي انطلق بن مغير في هذه اللحظات مع الشايبة. حضرت دانات، بدأت دانات بالرقص هنا مع هذه الأجواء الضبابية لتنطلق بشعار سعيد بن سالم بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. يا بوي يا بوي يا بوي، اجتمعت الثنايا الأبكار، حضرت الثنايا يا الابكار. ولكن الاسماء والتحدي، التحدي ثلاثي رباعي بانضمام الشايبة ودانات والطاغية وبينونة. اقتربنا هناك من لحظات الحسم، وانطلقت الشاد دانات، انطلقت دانات تحمل الرقم واحد، تحمل الرقم واحد، وترشيحها دائما هو على المركز رقم واحد. انطلقت دانات، سعيد بن سالم بن احمد بن دري
الفلاح والطاغية، الطاغية على المركز الثاني، شعار هنالك راعي صوغة، أحد الأسماء الكبيرة، أحد الشعارات الحاضرة، بينونة أيضا قادمة على المركز الثالث بشعار المنصوري، والمركز الرابع تابع اللي انضمت، تابع اللي انطلقت في هذه اللحظات الحاضرة هي بينونة، ذحنابها بشعار المنصوري تسللت على المركز الثاني، الطاغية حضرت أيضا، الطاغية بشعار راعي صوغة، المركز الرابع مرحبا بهذا الحضور، انطلقت الشاهينية، انطلقت بشعار علي بن عبيد بن بخيت بن رشيد الكتبي، ولكن دانات، دانات يا بن دري دانات، أحد الأسماء الكبيرة، أحد الشعارات القوية، انطلق بن دري بهذا الأداء، ولكن بينونة من الجانب الآخر، الشعار القادم من الظفرة، شعار يعشق الرموز، حاله كحال راعي دانات، حاله كراعي دانات، على المركز الأول بينونة وانطلاقة بينونة، تندفع بهذا الانطلاق، تندفع بهذا المستوى، تنطلق بهذا المستوى، 500 متر أخيرة وانطلاق بينونة، أحمد بن سلطان بن سيف البصوري هناك وانطلاق، ولكن دانات بشعار بن دري، سعيد بن سالم بن أحمد بن دري، الفلاحي اللي ما تشوف 300 متر أخيرة، انطلقت دانات منذ النداء الأول، ذعنابها، رشحناها، قلنا راعية إنجازات، هذا كلامك يا أبو مطر، صح لسانك يا أبو مطر، يا حمد يا بن طويرش، يا الوهيبي مع دانات وسعيد بن سالم بن أحمد بن دري، الفلاحي راعية العوايد، يا أبو مطر ما تخلي عوايدها، سلام دانات سلام، هناك مع اللحظات الأخيرة، مع لحظات الفوز، مع لحظات الانتصار، سلام دانات سلام على هذا الانتصار، واشكور يا بن دري، سعيد بن سالم بن أحمد بن دري، الفلاحي والمركز الثاني بينونة، قدمت الأداء الكبير والمستوى المميز، أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري والمركز الثالث وصول الشايبة، هادف بن حارب بن مغير، الخيالي قدمت أداء أيضا كبير، تشكر عليه، والمركز الرابع الطاغية، عوض بن مظفر بن خموشة العامري راعي صوغة، قدم أداء كبير مع الطاغية، والمركز الخامس حضرت الشاهينية، سالم بن عبد الله بن طهيب بن كردوس العامري قدم الشاهينية بهذا الأداء، تهانينا والناموس، دانات وانطلاق دانات، هناك بشعار بن دري، سعيد بن سالم بن أحمد بن دري، الفلاحي راعية عوايد وراعية إنجازات، 12 دقيقة 56 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، سعيد بن سالم بن أحمد بن دري، الفلاحي ما قدم لنا دانات مع شوطنا هذا، وكانت مع المستوى الأداء الكبير، بينونة على المركز الثاني، ولحظات توقيت الزمن 12 دقيقة 56 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، بينونة منذ الانطلاق كانت على المستوى وعلى الأداء المطلوب والكبير، أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، والمركز الثالث هناك كان الانطلاق من الشايبة، هادف بن حارب بن مغير، الخيالي أيضا قدم أداء كبير معها، توقيت الزمن 13 دقيقة 4 ثواني، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.